السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متشبعين الكرام، كنتمنى من الله كل شيكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مباشرة من حي النهضة في اتجاه الرحبة اللي تغير لها المكان واحد شوية، بحال نقولك حزر الرحبة من بلاصة لبلاصة بعد ما تحطاش واحد المكان وغيروا لها المكان الفوق شي شوية. فاليوم غادي نقربوكم الإخوان من الأجواء ديال الرحبة، وحنا تقريبا على بعد واحد 9 أيام من عيد الأضحى. كما كنقول لكم دائما رجال الامن في كل مكان، الله يسخر الامور. النقطه اللي بغيت نهضر عليها، واش الرحبه دخلت ليها 40 اليوم؟ واش كاين شي جديد؟ واش الناس بداو كيحطوا؟ فهادشي اللي غادي نعرفوا اليوم من الرحبه ديال تمارا بالجنابات ديال مؤسسه المنفلوطي. الله يسخر للجميع، الشباب مسكين راه خدام تما كيوجد كيقاد كيتراسيو، الله يسهل على كل واحد. هنا كما كتشوفوا معنا دائما متشبعين الكرام، في هذه اللحظات كنشوفوا ان بدا كيتحط التبن هنا، بدات امور اللي كتقاد هنا. هادشي غادي نعرفوه دابا الاخوان. الناس كيبيعوا التبن هما بداو كيحطوا فيه هنايا، الناس ديال الاناره، الناس ديال التراساج خدامين، كلشي خدام هنايا. البهيم باقي ما دخلوش الاخوان، البهيمه باقي ما دخلاتش، هذا هو اللي كاين. والتغيير اللي وقع الخوت انا غنبينو لكم دابا. الرحبة البلاصة اللي موالفة كتكون فيها هي هادي. عندنا واحد تقطع نقطعو منو، فهمتوني الاخوان؟ الرحبة موالفة كتكون في هاد البلاصة هادي اللي كتشوفو معايا في الصورة. هنا الرحبة تغير لها المكان ديالها مباشرة في اتجاه اقصى اليسار كما كتشوفوا معنا. اصحاب التبن بداو كيجيو الاخوان، هانتوما اصحاب التبن بداو كيلتحقوا. وبالنسبه للبلايص اللي غيحطوا فيهم اصحاب الطواجن، اصحاب الشوايه، الامورات الاخرى، فهنا فين غيتحطوا؟ هانتوما كتشوفوا الترقيم هنا 10 11 12. هنا توقف وتقضي غرض الاخوان، ماشي توقف وتركن السياره. هنايا الديباناج غتكون خدامه، هنايا الديباناج غتكون خدامه، هنايا هذا هو اللي كاين. المهم البلاصه بالرحبه الخوت هنايا في الجنبات ديال الطريق ال51، الطريق ال51 هنايا. هانتوما كتشوفو معانا التبن هنايا، الامور بدات كتجي هنايا. الله يسخر الامور للجميع، الله يسهل على كل واحد. هادشي اللي كنتمناو، ربما 48 ساعة القادمة غادي نشوفو ربما بداية استقبال يعني الأكباش ديال العيد. كنشوفو هنايا حضور السيد القائد هنا في الجنبات. هنا عندنا الترقيم واصل هنا ل 53 في هذه البلاصه هنا بالضبط، واش غيكون في الجنبات عاوتاني في نقاط اخرى؟ هادشي اللي غنكتشفوا ان شاء الله من خلال الجولات اليوميه اللي غنديروا لكم، ونقربكم للاثمنه ديال اضحيه العيد. يعني الباب الاخوان الرئيسي تقريبا غيكون هو هذا، كاين هذا الباب وكاين الباب التحتاني. بالنسبه للباب الاخوان فراني غلطت، بالنسبه للباب راه ما يكونش هذا هو الباب الرئيسي، هذا الباب اللي غيخرجوا منه السيارات، يعني الباب اللي غيدخلوا منه السيارات فهو الباب اللي كتشوفوا من الجهه الاخرى. انا السوق لبيع الاضاحي، الاشغال على قدم وساق، الشباب راه خدام، الله يسخر الامور. فنتمنى من الله الخير والتيسير للجميع. هنا امام دجاج الرضوان، يعني الناس راه كيوجدوا، الله يسخر الامور للجميع. هنا الجماعه ديال تمارا كتعطينا الاناره هنايا، كتقاد لنا الامور اللوجستيكيه باش تمشي الامور مزيانه. هذا هو اللي كاين، الرحبه اللي تجاوزات القيمه ديال الصفقه ديالها، تجاوزات 80 مليون. غادي نشوفوا الامور كيفاش غادي تكون، ونواكب معكم الامور لحظه بلحظه ان شاء الله. هنا الرحبة ديال تمارا، في نفس الوقت كنهضرو على الرحبة ديال تمارا كنهضرو على مجموعة من الكوارع اللي كاينين في تمارا، ولا
ولا في المنزه ولا عين عوده ولا مرسل الخير. نتمنى والله شي ما يكونش عنده تاثير على الناس اللي يعني اللي كاريه الرحمه، هذا هو اللي كاين. انا الله يكون في العوان، ملي كتسمع ازيد من 80 مليون فما سهلش الاخوان. فنتمنوا من الله الخير والتيسير وتكون الامور مزيانه بالنسبه للناس اللي غتجيب البهايم ديالها باش تبيعها هنا. مشاهدينا الكرام، الان كنتواجدوا في الجنبات ديال مسجد الرضوان. غادي نقلبوا معكم في الاتجاه ديال مسجد النور، من مسجد الرضوان في اتجاه مسجد النور باش نشدوا الطريق الساحلية ان شاء الله، ونشوفوا اشنو كاين في الفيديو الجاي فيما يتعلق بعملية الهدم في الوصلات ديال الشقق اللي كنا بدينا صورنا لكم. كما كتشوفوا الاخوان، وصلنا هنا الجنبات ديال مدرسة الغزالي، شارع حمان الشرقاوي. هنا في الجوطية التحت كما شفتوا معنا، ما غتبقاش هاد الجوطية، غيكونوا تغييرات كبيرة، غيكونوا اسواق نموذجية، تغييرات مهمة. كتعرفها مدينة تمارا بين الفينة والاخرى، خصوصا مع الزيارات المتوالية ديال السيد الوالي لمجموعة من الشوارع. فنتمناو من الله انه يطلقوا البني للناس اللي باغيين يبنيو البقاع ديالهم، الناس اللي كانوا مغربين سنوات على البقاع ديالهم وكيجي معهم ساكن الليل ونهار باش يلاه حتى هما يديروا واحد الدويره لوليداتهم. فنتمناو من الله تسريع تسويه الوضعيه ديال مجموعه من الملفات في مدينه تماره، وكنبغي نقولوا هنيئا للوليدات والبنيات اللي نجحوا في الباك، وبالتوفيق للوليدات والبنيات اللي عندهم الاستدراكيه، واللي ما نجحش الخطره ماشي نهايه العالم، اقسم بالله ما نهايه العالم، خيره في غيره وربي كبيره الخوت، ما كتوقفش الحياه في هذا الحد هذا. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.